أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أم زوجة أبي الثانية تكون من محارمي؟ أم زوجة أبيه الثانية؟ لا، ليست من محارم، هي أجنبية، لكن بالنسبة لأبيك، بالنسبة لأبيك هي من محارمي. نعم، أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: هل أم زوجة أبي الثانية من محارمي؟ أم زوجة أبيك؟ نعم أحسن الله، زوجة أبيه الثانية. أم زوجة أبيك الثانية ليست من محارمك، بل هي أجنبية منك. نعم.